احنا دخلنا شباب في العمق، دخلنا في عمق الاناتومي في الهيد ونك، دخلنا في عمق الكرينيال نيرفز. اذا يا شباب الجلوسوفارينجال نيرف هو بيبقى مسؤول عن النيرف سبلاي لعضله يتيمه. يقول لك الجلوسوفارينجال نيرف العضله الوحيده اللي بيغذيها هي الاستايلوفارينجيس ماسل، والعضله دي فلتت من الفيجاس اصلا، لانه الفيجاس ده بيغذي 8 اخواتها، بيغذي 8 اخواتها من عضلات الفارنجس والبلت. عضلات بتبقى موجوده في الفارنجس هنا وفي السوفت بلت هنا. الوحيده مش الوحيده، هي واحده كمان الاستايلوفارينجيس ماسل فلتت من الفيجاس. طب مين يغذيها؟ الجلوسوفارينجيال. طب الاستثناء الثاني لسه قايله فوق، عضله بتبقى موجوده هنا في البلت تسمى التنسور بلاتيني ماسل، هي دي اللي هي دي فين 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 اهي، لسه لنا من شويه التنسور فالي بلاتيني ماسل. التنسور فالي بلاتيني، شوف بلاتيني واللي تحت اسمها ستايلو فارينجيس. التنسور فالي بلاتيني ماسل دي بتبقى زي ما قلنا هي من مسؤوليه المانديبولار نيرف، والستايلو فارينجيس ماسل، الستايلو فارينجيس ماسل بتبقى من مسؤوليه الجلوسو فارينجيال نيرف. يبقى انا عندي، كنت اقول لك دايما كده، انا عندي في الفارينكس والبلت 10 عضلات بيغذيهم الفارينجال بليكسس من خلال الفيجاس نيرف، باستثناء تو اكسبشن، عندنا في 2 استثناء، الجلوسو فارينجال نيرف مسؤوله عن الستايلو فارينجيس ماسل، و المانديبولار نيرف، المانديبولار نيرف اوف، المانديبولار نيرف اوف ذا تريجيمينال، خلاص كده بيغذي التنسور فالي بلاتين. طيب كلام جميل، ده كده كانت الجلوسوفارينجيال. لا بس لا استنى، الجلوسوفارينجيال نيرف جت سيرتها برضو كمان مع الباروتيد جلاند، يبقى ليها تيست وليها سنسوري وليها موتور وليها باروتيد، ولا اسف على الاطاله، انتوا عارفيني ما بيهمنيش واطول براحتي، وبص اعمل اللي انت عايزه. طيب نيجي بقى لوحش الوحوش، الفيجاس نيرف. هنسيب بقى الايه، هنسيب الاكسسوري عشان ما ضايقكش، وهسيب الهايبوجلوسال، هم موجودين على القناه يعني، موجودين مشروعين على القناه بالفعل، اذا جت فرصه طبعا انا عندي رسومات خطيره للاكسسوري الهايبوجلوس. اوعى يعني، خد بالك ماشي تمام كده، فلو جت فرصه هنقول، هم جت شيء هم مشروعين كده كده على القناه يعني. خلاص كده خلينا بقى في ايه، في الوحش بقى بتاعنا اللي انا عمال اعمل مقدمه ليه، الفيجاس نيرف. ميسي الاناتومي، ميسي الاناتومي. خلاص كده بمناسبه شباب، طبعا لغايه دلوقتي انا ما عملتش كتاب يعني، انا لغايه دلوقتي ما عملتش كتاب خاص بيا، بس انا يعني غالبا هسميه ميسي ماشي، هسميه فيجاس، خد بالك ان شاء الله يعني، ده سر من اسرار المهنه يعني، ما تقولوش لحد بقى، خد بالك انا لما اعمل كتاب ان شاء الله انا كده هسميه فيجاس. خلاص كده، عشان كده انا سايب الفيجاس للاخر، اسم جميل، رقم 10 اسم تجاري يا جماعه، حلو 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 ده بجد. انت ما تروح للسيستم، السيستم استاذنا دكتور علي حسيب، هتلاقيه بيقول لك انا بعمل، بطلع اسماء تجاريه بس ما بيشتغلش. لا انا ان شاء الله هعمل، نعمل ان شاء الله الكتاب ده في يوم من الايام يعني. انا لغايه دلوقتي زي ما انتم شايفين طبعا بسرع الاطلس فرانك نيتر، تمام كده. طيب ده ربع عشان اليوتيوب بقى والحاجات دي، ماشي ايوه خلاص كده. طيب ماشي، بحب انا نيتر برضه، راجل نيتر ده راجل محترم. طيب تعالى بقى اما نكمل مع بعض كده، الفيجاس نيرف اللي ده الكتاب بتاعي، اي حد هيعمل كتاب ويسميه فيجاس يبقى واخده من عندي. خلاص كده. طيب الكتاب ده هيتعمل امتى؟ لا ما اعرفش بصراحه يعني. وخلي بالكم دي حته فنيه، انا لو استنيت مثلا عبالها ما اعمل كتب، لان في ناس بتطلب البي دي افات، لو انا استنيت عبالها ما اعمل كتاب لا يعني، المناهج ده تشرح كمان 10 سنين قدام، فطبعا لا يعني، نشرح الاول من الاطلس والكتب وبعدين بقى نبقى نعمل الكتب براحتنا. طيب نرجع بقى لايه، نرجع لموضوعنا، فصلت بس شويه كده عشان ايه. نرجع بقى معهم. الفيجاس نيرف هو ميكسد نيرف طبعا، زي ما احنا شايفين بيبقى ليه شغل سنسوري وليه شغل موتور، واخد بالك، مش عايز اقول لك ليه شغل باراسمباثيكال كمان، خلاص كده. فهو ليه ادوار عده، زي برضو بالظبط الايه، زي بالظبط برضو الايه، الجلوسوفارينجال كان برضو موتور وسنسوري، واخد بالك، وكان برضو بيبقى ليه دور باراسمباثيكال، وكان الباراسمباثيكال طبعا زي ما احنا كلنا عارفين مع البارود الجلاند، خلاص كده كان بيروح للبارود الجلاند، وكان بيقول للبروت الجلاند تطلع ايه، تطلع سلايفا. طيب ده بقى ده وحش، ده وحش، ده برنس. الفيجاس نيرف، الفيجاس نيرف طبعا ليه ادوار كتير جدا، بينزل الهارت، القلب، ليه شغل مع الرئه، ليه شغل مع البلت، زي ما قلنا هو بيبقى مسؤول عن البلت والفارنكس، النيرف سبلاي ل 8 عضلات موجودين في البلت والفارنكس. برنس يا ميسي يا ابني،